السلام عليكم. هذا الدرس الثاني بالسلسلة تبعت المستوى الأول من برنامج ريفيت المعماري. في الدرس الماضي حكينا عن المقدمة عامة عن برنامج ريفيت، عن البيم، وتعرفنا عليهم بشكل سريع. بهذا الدرس، الدرس الثاني، راح نبلش بالدخول بقلب البرنامج بشكل عملي أكثر. طبعا راح نشتغل احنا على نسخة 2018، ريفيت 2018. أول ما نفتح البرنامج تطلع لنا هاي الواجهة اللي شايفينها قدامنا. هاي الواجهة ممكن خلينا نسميها الواجهة الخارجية. فبهاي الواجهة نحن بنلاقي عنا البروجكت أو المشاريع، في الأوامر هدول، في عنا هون آخر مشاريع نفتحها ونحفظها ونشتغل عليها، بنلاقيها موجودة هون. مبدئيا هو بيحط 3 مشاريع يعني افتراضية بتنزل مع البرنامج. في عنا الفاميليز كمان، كمان هون بنحط المستندات الأخيرة اللي تم استخدامها. هو أيضا كمان حاطط مستندات افتراضية إنه هاي استخدمها آخر شيء. فعنا الأوامر open و new، open و new، وعنا ال new conceptual mass كمان، يعني إلى هاي فقرة لحال، بعدين ممكن خارج الدورة أو بآخرها، آخر السلسلة يعني. بعد الاوبن ونيو هون بنلاقي في عنا الكونستراكشن تمبلت والاركتكتشر والستراكشر والميكانيكال. شو هدول او شو هي التمبلت؟ حتى التمبلت بشكل عام يعني احنا ممكن نشبهها لواجهه معينه واوامر معينه، ممكن انا تسهل علي الاستخدام، اختصارات يعني ورموز. فلما بيجي استخدم رمز كمعماري اركتكتشر ما بستخدمه نفسه كانشائي، يعني الرمز الواجهة ممكن مثلا بيختلف، الأوامر اللي أنا ممكن استخدمها هون ما استخدمها هنيك. فهاي بتكون كل بيئة أو كل واجهة معينة بيكون فيها التمبلت، فيها اختصارات خاصة بالشخص اللي بيشتغل بهاي التمبلت أو بهذا الملف. فالمعمار إذا بده يشتغل بالريفيت بيفتح ملف ريفيت، فأفضل إنه يفتح أركتكشر تمبلت، لأنه بيلاقي في رموز افتراضية وفي أوامر افتراضية حاطة البرنامج، يعني أسرع للوصول إلى. اما الاركتكتشر الاستراكشر كمان له اختصاراته وله رموزه وله كذا، كمان بتكون اسرع للوصول الى. لكن بشكل عام من جوا من الداخل ما في هالفرق الرئيسي بين هدول التمبلتس، يعني ما في فرق انه انا اذا فوت لهون ما فينا اعمل شيء هيك، اذا فوت على الاركتكتشر ما فينا اعمل شيء له علاقه بالاستراكشر، لا ما له علاقه. هاي مجرد هي تسهيل العمل. بالاضافه لهذا الموضوع بالتمبلت في عنا شغله انه نحن ما بنشتغل على كل العناصر من التمبلت الافتراضيه. يعني هلا اذا فتح على الاركتكتشر تمبلت، طبعا نحن كريفت معمار راح نشتغل على الاركتكتشر تمبلت. اذا فتح على الاركتكتشر تمبلت وبلش اشتغل عليها، راح لاقي انه في بالاركتكتشر مثلا شغلات قوائم فاضيه ما نعب، يعني ما فيها شيء، او ممكن يكون فيها عنصر واحد او عنصرين. مثلا الابواب راح لاقي عنصرين بس ما اكثر، او عنصر واحد، نوافذ مثلا. ليش القوائم هاي فاضيه ما تكون عبيانه؟ لانه هذا عم يصير على تقل الملف، فكل ما انا حطيت عنصر زياده بيزيد تقل الملف اكثر. كل راح نسميه فاميلي، هو نفسه الفاميلي يعني حكينا عنه بالدرس الاول. فكل ما كثرت فاميلي نزله على قلب الملف راح يزيد الملف ويتقل حجمه. لهيك نحن يعني هو بشكل افتراضي ما بيحط لي التمبلت مثلا عبياني ابواب وعبياني نوافذ عبياني فاميليز، لا بخليها هي يعني فيها فاميلي افتراضيه. وبعدين انا مثلا بالفاميلي هاي او بالملف هذا نزلت الفاميليات او الفاميليز اللي بدي اياهم واشتغلت عليهم، فيني احفظها بعد ما خلصت، فيني احفظها لهاي الملف اللي اشتغلته، فيني احفظه كتمبلت اضافيه بتصير تنضاف عندي هون. كمان هذا رح نتعرف كيف نحن نحسن نعمله بعد ما نكون يعني اشتغلنا فترة المشروع كلها، وصار عنا إمكانية يعني إنه نحفظ تمبلت، نستفيد إذا حفظنا تمبلت إنه فيها أبواب، فيها نوافذ، إذا في أوامر غيرناها، رموز مثلا غيرناها لرموز ناسبنا أكثر، حسب يعني شو غيرنا أو شو عدلنا نحفظ التمبلت، ساعتها بصير فينا نحفظها هون. طبعا هو حفظ التمبلت ما امر صعب عادي جدا. طيب بدايه راح نفوت على الاركتكتشر تمبلت. فعنا نحن ها هي البيئه الداخليه او الواجهه الداخليه للاركتكتشر تمبلت او للبرنامج ريفيت المعماري. نلاقي طبعا عندنا هون النافذه الفايف الاركتكتشر والستراكشر والسيستم، ممكن نشوفهم يعني بشكل سريع.
كل واحد يشوف فيه أوامر. طبعا احنا اغلب شغلنا راح يكون بقائمة الاركتكتشر، هذول اشرطة الريبون ممكن نسميه، يعني اشرطة الريبون. اغلب برامج اوتوديسك صارت يعني في هالطريقة هاي العرض تبعها. نحن احيانا ممكن نكون عم نشتغل فنكبس هون كبستين بالغلط فبصير الشكل هيك، نكبس هون كبستين فبصير، عشان اذا شي مرة الواحد عم يشتغل وكبس كبستين لا الاوامر راحوا، يعني من وين راحوا شلون فيني يجيبهم، بس يكبس كبستين، كل كبستين بيعطوه عرض شكل، فبيضل يعني بيكبس كبستين وبينتظر يشوف العرض، بس اللي وصل العرض اللي هو بيناسبه بيضل عليه. فهلا نحن هون بالاركتيكشر مثلا عندنا الوول، الجدار والباب والنافذه، عناصر تاني، مكونات، الاعمده، سقف، سقف مستعار، ارضيات، جدران زجاجي ونظام زجاجي بشكل عام. في عندنا هون مجموعه اوامر، دراج ودراب زون مثلا، ريلينج الى اخره. بالستراكشر في عندنا كمان مثلا الجوائز والجدران والاعمده والارضيات، يعني بنلاحظ ممكن تتكرر بعض النقط بس بصير هون ممكن يكون انشائي، مثل الفلور هيك صار في انشائي هون، البلاطات، الاساسات كمان، يعني اوامر الى علاقه وعناصر الى علاقه بالعمل الانشائي، وبالسيستم هون الميكانيكي والكهرباء وهيك كمان. فهاي قوائم، هاي مشان اذا بدنا ندخل شيء ملف لقلب الملف يعني شغال عليه، اذا بدنا ندخل صوره، اذا بدنا ندخل ملف كاد مثلا اوتوكاد. الانوتيت كمان اضافات، حكينا عن بالدرس الماضي شو يعني انوتيشن، قلنا شو هي الاوامر. الانوتيشن كانت هي عباره عن اوامر 2 دي نحن بنضيفها لقلب الملف او الصوره اللي عم نشتغل عليها، يعني اذا كان هون في عندي شيء معروف انا ممكن اضيف بعض الرموز، اضيف كلمات، اسهم، اشارات الى اخره، هاي كلها بنسميها انوتيشن، وهي هاي يعني هون موجوده مكان هاي الاوامر. الأقامة عناصر التحاليل كمان، وحكينا انه هاي احدى الابعاد موجوده ببيئه البيم. الماسنج ان سايت كمان هاي قائمه فيها الماس واوامر، بعض الاوامر المتعلقه بالموقع، وراح نتعرف شو هاي الماس بعدين بدرس يعني بدرس قادم ان شاء الله. بس بشكل سريع يعني هي عباره عن اداه تصميم حر، كمان العمل بجروبات من هاي القائمة، والفيو إذا حبيت، إذا أي شغلة صارت معي بالفيو رح حكينا إنه الفيو شو هي، كانت هي نوافذ العرض، يعني ممكن نشوف الواجهة، ممكن نشوف المسقط، ممكن نشوف ال 3D حسب، ممكن نشوف مقطع، فهاي يعني أي شيء بيتعلق بهذا الموضوع كمان ممكن نلاقيه بهاي الفيو هون قائمة الفيو. مثل ما سألنا من هون من فيو 3D فينا نشوف 3D، فيني احط مقطع، فيني احط واجهه اذا حذفت الواجهات مثلا بالغلط، فيني ابدل النوافذ، فيني اعرضهم بطريقه معينه. ففي عنا مثلا اذا انا عند الفيو راح منا هون الاوامر هدول، او بال 3D بيروح مثلا المكعب الموجود، فانا من يوزر انترفيس، او اذا راحوا عندي هدول النوافذ من يوزر انترفيس فيني هون طالع كمان نوافذ اللي بدي اياها. كمان قائمه المانج بنلاقي فيها كل هدول الأوامر لهم علاقة بإدارة العمل بشكل عام، يعني إعدادات هون مثلا لأقامة ماتيريالز إلى علاقة بإعدادات الخامات والإكساءات وهيك. إديشنال سيتينج كمان بنلاقي فيه إعدادات حلوة كتير ممكن تلزم لنا إذا حبينا نغير الخطوط اللي عم يطلع عليها هو، يعني افتراضات تبعته اللي هو مفترض الخطوط هيك ممكن أنا أغيرها كمان من هاي القائمة. إعدادات بشكل عام بنلاقيها هون. الأد إنس إضافات، أي إضافات كمان بننزلها على البرنامج كمان بتطلع عنا هون. والموديفاي قائمة يعني بتوقع معروفة بشكل كبير، مثل في أوامر مثل اللاين، محاذاة، والموف، والكوبي، الأوفسيت، والروتيت، ميرور، سكيل، والري، في يعني مثلا دايمنشن أو قياس مصدر هاي الميجر. ففي عنا نحنا يعني جزء منيح من الأوامر ممكن نكون مستخدمينها إذا اشتغلنا على أوتوكاد من قبل، بتشبهها كتير بآلية العمل بالنتيجة اللي بتطالعها. ممكن يكون في اختلافات بسيطة مثلا بعض الأوامر مثل أمر تريم، هون فيه اختلاف عن تريم الأوتوكاد، يعني فينا نقول هون مثل الفلت صفر تبعت الأوتوكاد إذا عملت القطر صفر. هاي بالنسبة للقوائم، قوائم الريبون موجودة عندي فوق. لاحظ فوق القوائم هاي في عنا هون شريط كويك أكسس تول بار أو شريط الوصول السريع. الشريط الوصول السريع هذا بنلاقي فيه ادوات مثل الحفظ، يعني الادوات اللي كانت موجوده عندي هون بنلاقي جزء منها موجود هون، مثلا هاي الاداه اللي بموديفاي موجوده هون، اداه الابعاد كمان 3D اللي كانت موجوده بالفيو
موجودة عندي هون، المقطع كمان موجود هون. في عنا هاي الأداة مثلا، هاي بالفيو موجودة اللي هي هون thin lines، هاي وظيفتها انه انا الخطوط العريضة انا تبين عريضة كسماكي، يعني يبين السمك تبعها ولا لا تبين انها نحيفة عادية كمان. فملاحظ انه يعني ما انا قائمة وحدة اللي الاوامر موجودة هون، موجودة من عدة قوائم مثل ما قلنا، في قوائم موجودة منها من هون اوامر من هاي القائمة، في اوامر موجودة من هاي القائمة، في اوامر موجودة من هاي القائمة. كمان نحن اذا حبينا نضيف اوامر لهون ممكن نكبس عليها باليمين نقول له add to quick access toolbar، فبلاحظ انه الامر صار موجود عندي هون، كان اكبس علي يقول له remove from quick access toolbar. طيب هذا الشريط انا فيني اكبس علي وقول له انه انا show quick access toolbar below the ribbon. لو ممكن احيانا بعض الانظمة ما يعني ما يكون ما انا متناسبة مع الشاشة او مع النظام الموجود، فيجي هون ال quick access toolbar ما يبين. اذا حطينا الفارة او الماوس هون بيطلع عندي هيك برينت مثل ما شايفين هلا، هذا المستطيل اللي عم يطلع تحت الماوس برينت وكاترول بي، بس انا هون ما بكون شايف شيء، بكون شايف رمادي مثل هيك. بس لما عم حط الفاره هون بهالمنطقه عم يطلع عندي كلمات وعم يطلع عندي شرح انه في اداه، حتى اذا كبست بيطبقها بيطبق الامر، بس هو مجرد ما نعرض لي اياهم ما مبينه. هذا بيكون خطا يعني يا بالبرنامج يا بالنظام يا هيك. ممكن نحن كحل لهي النقطه نكبس اليمين ونقول له شو كيك اسس تول بار، فهو بيفرجيني اياها تحت الريبون الموجود عندي هون، بس بدل ما يعرضه فوق بصير بيعرضه بالاسفل. طيب طبعا هون الاوامر هاي مثل ما قلنا هي اوامر وصول سريع، انا ممكن استفيد منها بدل ما اروح على قائمه معينه واكبس، ممكن اكبس من هون فورا اي امر حبيت اضيفه لهون مثل ما شفنا بنضيفه. هون كمان نحن في عنا بعض الاوامر اللي هي نفس الموجوده هون، بس هو حاط ليها بشكل افتراضي انه المفروض يكونوا هدول هني هون، فاذا حبيت اشيل منهم شيل اشارة الصحن على شيء واحد او بحطه، فبصير بيطلع عندي هون كمان، فهو عم يعرض لي اياهم، يعني كل شيء موجود هون عم يعرض لي اياه بالهاي القائمة. طيب بنلاحظ تحت هلا اذا رفعنا لهاي قلنا له انه شو كويك اسس ابوف ذا ريبون مشان يطلع لفوق، بنلاحظ تحت انه في عندنا هون شريط، يعني هذا الشريط باصدارات قبل كان لونه اوضح من هيك، لكن يعني مجرد نزلنا له هذا قلنا له انه يبين من تحت فصار يبين عندي انه هون في شريط، اذا طلعناه رجعنا لفوق هو الشريط ساته موجود محله. هذا الشريط اسمه الاوبشن بار، شو وظيفته؟ وظيفته انه الاوامر اللي بستخدمها مثل الدور مثلا، يعني هو هلا فارغ ما فيه شيء، فلما بيجي مثلا اعمل امر دور لاحظ انه هلا هذا الشريط صار عندي هيك وصار في هون بقلبه بعض الاوامر. اذا رحت مثلا اخذت امر وول كمان بلاقي انه الاوامر تغيرت وايضا صار في اوامر، مثلا اخذت امر فلور ايضا في اوامر عم تنضاف. فنحن يعني نلاحظ انه هذا الشريط وقت اللي بكون ما عم يشتغل على شيء بنور ولا انا يعني مخلص شغل او ما انا هلا عم بعمل شيء، بلاحظ انه يكون فاضي ما فيه شيء. وقت اللي بيجي اشتغل امر حصرا، يعني اذا هون العنصر موجود وجاهز وانا خلصت الامر، اذا رجعت مسكت العنصر ما بستفيد هون ما بيعطيني شيء. اما هو هذا بيكون فعال بس وقت انشاء العنصر، وقت اللي يكون عم بعمل شيء شغله معينه بيكون فعال، بس طلعت من الامر وخلصت بيروح ما عاد بيصير فعال، فهو يعني الاعدادات المؤقته السريعه. ممكن احيانا بعض الشغلات الموجوده فيه تكون بحسن انا اعدل بعدين على العناصر اللي انشاتها، بحسن اعدل من خصائص العناصر هاي، اذا نسيت مثلا اعدل من هون التعديل اللي انا بدي اياه. يعني ممكن في ناس تستخدمه كثير في ناس تستخدمه بشكل قليل، ما انا يعني ما انا هالشغله الاساسيه، لكن هو مهم في بعض النقاط مهم نستخدم فيها الاوبشن بار، شريط الاوبشن بار الاوامر الموجوده فيه، وراح نشوف يعني مع الوقت هاي الاستخدامات كلياتها. هلا بننتقل للقائمه الموجوده هون على اليسار واللي هي اسمها بروبرتيز او الخصائص. بالنسبه للخصائص نحن بشكل عام في عنا نوعين من الخصائص، الخصائص اللي متعلقة بالفاميلي، تذكروا حكينا عن الفاميلي، يعني الفاميلي كانت هي العنصر المصمم بيئته الأصلي وملفه الأصلي اللي موجود داخل المكتبة الخاصة بالبرنامج، كان هذا هو الفاميلي اللي نحن عم نقول عنه أنه إلى خصائص. والنوع الثاني من الخصائص هو خصائص العنصر. طيب هو العنصر جاي من الفاميلي، كيف في خصائص عنصر في خصائص فاميلي؟ العنصر بيستمد كل معلوماته من الفاميلي وقت انا عم استخدمه بقلب المشروع، عم استخدمه لهذا العنصر بقلب المشروع، فهو عم يستمد كل خصائصه من الفاميلي هاي.
اذا اجينا عدلت بخصائص الفاميلي ساعتها كل شيء عناصر مستمده خصائصها من فاميلي وحده اللي هي انا عدلت عليها لهاي الفاميلي، فراح شو راح يصير كل العناصر هاي راح تتغير. اما الخصائص الخاصه بالعنصر او المتعلقه بالعنصر فهي انا لما بيجي بغير هاي او بعدل هاي الخصائص بيجي بيتم التعديل فقط على العنصر اللي انا اخترته وليس على كل العناصر اللي اخذي الخصائص تبعتها من فاميلي وحده. راح نشوف مثال بشكل سريع. اذا عملنا جدار هون مثلا، هاي جدار اول وهي نفس الامر، انا ما غير شيء جدار ثاني، كيف حنعمل جدار كيف كذا يعني هذا الموضوع رح ناخذه بعدين. هذا عندنا جدار وجدار وجدار، هذول الثلاث جدران انا عملتهم بنفس الامر وهن تابعين لنفس الفاميلي تماما، يعني ما غيرت الفاميلي تبعيتهم او الاثنين عم ياخذوا الخصائص تبعيتهم. طبعا هذا مصر، فنحن هلا اذا مسكنا هذا جدار بنلاحظ بقائمة البروبرتيز هون اعطانا النوع الفاميلي بالنافذه الاولى بالقائمه الاولى او التبويب الاول اللي هو هون بهاي القائمه، اعطاني نوع الفاميلي. انا اذا كبست هون بلاحظ انه طلعت قائمه فيها كثير انواع اللي هي هاي الفاميليز، انواع الفاميليز موجوده عندي للجدران. طيب هلا هون هاي الفاميلي الماخوذه لهذا الجدار هي جينريك 200 ملم. طيب القائمه اللي تحتها او التبويب اللي تحته ايد التايب اللي هو اللي بغير لي خصائص الفاميلي، طالع لي خصائص الجدار اللي هو جينريك 200 ملم هاي الفاميلي. اذا كبست ايد التايب طالع لي هون خصائص لهاي الفاميلي اللي هي هاي الخصائص. وهون طبعا انا فيني اغير بدل ما اروح لهون فيني اغير من هون اختار الفاميلي واختار اختار التصنيف يعني والفاميلي تبعته موجوده هون. طيب ما راح نفصل حاليا كثير بهاي الخصائص، بس نحن حاليا نعرف انه في شيء اسمه خصائص للفاميلي وفي شيء عندنا اسمه خصائص للعنصر. اما الخصائص الموجوده هون بهذا المحل فهي خصائص اللي تابعه للعنصر وليس للفاميلي. يعني اذا انا اجيت غيرت بهاي الخصائص فراح يتغيروا الثلاثه، لانه اذا مسكت هاد كمان بلاقي انه نفس هذا النوع، اذا مسكت هاد كمان بلاقي هون حاطط نفس النوع، فهاي الفاميلي الثلاثه هي نفسها. اذا اجيت غيرت بهاي الخصائص اللي اخذتها من هون كبست ايد التايب طلعت لي هاي، اذا غيرت هون فانا عم غير بخصائص الفاميلي، يعني بما انه هدول الثلاثه اخذين نفس الفاميلي فراح يتغيروا الثلاثه تون. بمجرد اني اغير انا مره واحده بس غير الفاميلي فراح يتغيروا كلياتهم. اما من خصائص العنصر الموجوده هون اي شيء بعدله فبيتعدل عندي فقط العنصر اللي انا ماسكه وعدلت اعلاوي. لهيك مثلا راح نشوف نطبق هذا الحكي، مثلا اذا مسكت هذا الجدار وراح نشوف يعني ما نركز او يعني ما ضروري هاي نعرف هلا راح نتعرف عليها بعدين، راح اغير سماكته للجدار فراح اعملها مثلا 500 ملم قلت له اوكي. فانا هلا عدلت على شو خصائص؟ خصائص الفاميلي قلت له اوكي. فملاحظ انه هدول الثلاثه شو صار فيهم؟ ثلاثه تون صارت سماكاتهم كبيره كبرت وصار سمكتهم 500 ملم. اذا مسكت هاد كمان وفوت على الايد التايب فوتت لهون لاقي انه الرقم هون موجود 500، اذا كمان فوتت لهون على الايد التايب فوتت لهون لاقي كمان رقم مكتوب 500. طيب راح نشوف نحن هلا مثلا اذا فتنا عدلنا شيء شغله من هدول، هلا هدول شو يعني راح ننتقل لهم بعدين نفصل انه شو يعني هاي الارقام موجوده هون، شو هي الخصائص، شو هي الخصائص راح تلزم لنا شو اللي ما راح يلزم لنا. لكن نحن مثلا راح نجي لهون ونقول له لعند الليفل 2 على سبيل المثال قلت له ابلاي. فهلا هون صار في غير، يعني هون مكتوب من الواحد ل 8000 اما هون مكتوب من الواحد لليفل 2 مثل ما احنا شايفين، ومع هيك يعني هاي ما تغيرت وصارت ليفل 2 ضلت 8000، هاي ما تغيرت وصارت ليفل 2 ضلت 8000. فهدول خصائصهم ضلوا مثل ما هني، اما هذا خصائصه تغيرت صارت 8000 لان انا حددته وغيرت. يعني مثلا هذا هلا كمان فينا نحط هون الرقم من سنة 3000 قلت له ابلاي. فهلا صارت هدول لاني محددهم اثنيناتهم عدلت على خصائصهم فصاروا اثنيناتهم 3000 خصائصهم. اما هاد اللي هو لحاله توني غيرته خصائصه لساتها مثل ما هي على ليفل 2. فشفنا كيف نحن لما بيكونوا هن تابعين لنفس الفاميلي اذا انا غيرت من اي واحد فينا يفوت على الفاميلي واجى غير الفاميلي هاي فالكل راح يتغير. اما من الخصائص الموجوده هون اذا مسكت الجدار فهذا له خصائص لحال، هذا له خصائص لحال، ونفس ما قلنا في انا احدد مجموعه جدران وغير لهم خصائصهم من هون، ساعتها بيتغيروا للي انا محددهم فقط ما اللي تابعين لنفس الفاميلي. طيب طبعا هذا الحكي يعني مع الوقت بصير كثير طبيعي وعادي جدا، يعني بصير من الاساسيات بالشغل انه انا في عندي خصائص العلاقه بالفاميلي،
في عندي خصائص العلاقة بالعنصر. طيب انا هالحكي كيف ممكن استفيد منه؟ انا بحدد لما بدي اغير شيء خاصية او شيء شغلي انه هالخاصية بهمني اني اغيرها من الفاميلي عشان الكل يتغيروا بسرعة بدون ما احددهم، وفي خصائص لا انا بهمني اغير بس هالكم عنصر او بس هالعنصر هذا، ما بدي الباقي اللي مثله يتغيروا. لهيك انا بستخدم ساعتها خصائص العلاقة بالعنصر. طبعا هذا لا يعني انه الخصائص الموجودة بالفاميلي التابعة للفاميلي هي نفسها موجودة بخصائص العنصر، لا، بس في حل اني انا احسن خلي هالعنصر اعتبره يصير من فاميلي جديدة، راح نشوف كيف بعدين، ويصير بحسن نغير بعناصر الخصائص تبعته بدون ما يتغيروا الباقي حتى لو كان من فاميلي بيشبهوه وليس نفس الفاميلي. طيب هاي بالنسبة لقائمة الخصائص شو راح نحكي عليها. بالنسبة للقائمة اللي تحتها قائمة الفيوز، فملاحظ انه نحن اذا صغرنا هدول عملنا اشارات ناقصة ليون، عملنا اشارات ناقصة لفيوز اول، فهون احنا في عنا الفيوز اللي قلنا عليها قبل مرة بالدرس الماضي انه في منها الفلور، في سيلينج بالإليفيشن الى اخره، في عنا الجداول والكميات، عنا التفصيلات، وعنا اللوحات مثلا، الفاميليز المستخدمة بقلب المشروع، كل هدول عبارة عن فاميليز مستخدمة بقلب المشروع، طبعا كل وحدة في بقلبها تفصيلات كمان انه للفاميليز، الجروب اذا في عندك جروب كمان جروبات ممكن تبين هون تبين، فهدول مستعرضات المشروع. هاي القائمة انا من خلالها بستعرض المشروع اللي عندي، فالمشروع فيه مسائط، فيه واجهات، فيه 3D، فيه مخططات، اي شيء حبيت استعرضه بقلب المشروع شوفه كذا لاقي له اسمه انا ممكن لاقيه بهاي القائمة. يعني اكثر شغلة اساسية بهاي القائمة يعني احنا عنا نعتمد عليها بشكل اساسي يعني اول شيء هي الفيوز اول. فيوز اول بقلبها في عنا الفلور بلانز والسيلينج بلانز والاليفيشنز. مبدئيا هذول الفلور بلانز في ليفل 1 وليفل 2 والسايت، سيلينج بلانز كمان فيها ليفل 1 ليفل 2 اليفيشن، فيها الواجهات الاربعه الايست والنورث والساوث والويست. هلا مثلا شو ناقص؟ ناقصنا مقاطع، ما انا موجوده بيناتهم المقاطع. هالمقطع انا لما هو ما انه موجود، هلا ما في مقطع لانه اكيد نحن نحط مقطع بدنا نحطه نحن محل ما بدنا، فلما بضيف مقطع لحاله بينضاف عندي هون قائمه مثل هذول الاليفيشن والسيلينج اسمها سيكشن. مثلا راح احط مقطع هيك، فشفنا انه هلا هون صار في عندي قائمه جديده الى اشاره زائد اسمها سيكشن، حط بقلبها سيكشن 1 اللي هو المقطع اللي انا عملته هون، راح احذفه لهذا المقطع. فهو بيجي بيقول لي انه انا بدي احذف لك تصنيف نظامي موجود من هون، بقول له اوكي احذفه، فحذفه. اذا حطيت كاميرا 3D مثلا او استخدمت 3D كمان بيجي بلاقي انه صار يطلع عندي هون. طيب شو هن هدول الفلور بلانز والسيلينج بلانز والاليفيشن؟ الاليفيشن طبعا بنعرفها انه الواجهات، لكن الفلور بلانز والسيلينج بلانز، الفلور بلانز عبارة عن مسائط الأرضيات للطوابق، يعني بكل طابق نعتبر انه مثلا في مثلا كاميرا او عين او هيك عم تطلع على أرضية الطابق. السيلينج بلانز هي عبارة عن كاميرا متوجهة لسقف الطابق وعم تطلع علي. فلما انا اقول بالفلور بلانز في عندي ليفل 1 وبالسيلينج بلانز في عندي ليفل 1، تمام، يعني انا عندي الليفل 1 مسقط ارضي، مسقط الارض تبعي تبعته، والليفل 1 في عندي مسقط للسقف تبعه، يعني كاميرا عم تطلع على السقف تبع الليفل 1. طيب هذا السقف المسقط للارض او مسقط للسقف انا كيف بحدد قديش ارتفاعات قديش كذا؟ احنا بشكل عام هو بياخذها على 1.2 كارتفاع، يعني نفس ارتفاع القطع اللي نحن بناخذه بالعادي وبنطلع على المسقط مشان تبين النوافذ مثلا. طبعا بنتعرف بعدين كيف فينا نغير هاي الامور. هاي بالنسبة للليفل 1 وليفل 2 كمان نفس الشيء، له مسقط ارضي وله مسقط سقف. نحن كيف فينا نزود هدول ليفل 1 وليفل 2، نعمل اكثر من هيك طوابق عنا، كيف فينا نتحكم بمناسيبهم، هذا كله هلا نتعرف عليه بعد شوي. هلا رح نحكي عن الشريط الموجود هون تحت عند الاسفل. هذا الشريط فيه اوامر واختصارات متعلقة بالفيو الموجودة هون، يعني الفيو اللي عم طلع فيها بتكون هاي الاوامر لها علاقه فيها. طبعا احنا الفيو مثلا اذا حطينا هاي الفيو فبصير عندي الاوامر موجوده هون متعلقه بس بهاي الفيو اللي انا هلا واقف فيها، وهكذا كل هدول كل وحده منهم لها اوامر خاصه فيها، ما يعني ما نفس الاوامر اللي بحطها لوحده من هدول تكون هي موجوده على الباقي، لا كل وحده لازم اعدل باوامر هدول حسب انا شو بحب. بدايه اول شيء موجود هي سكيل، سكيل الرسم الموجود 1:1 أو 2 وهكذا، في كستوم اذا حبيت اضيف الرقم اللي انا بدي اياه. شو فكرته هذا سكيل او كيف بيشتغل؟ نحن بعد ما بنخلص الرسم او التصميم النموذج اللي عم نعمله نمذجته خلصنا، فبدنا ننقل مخططاته هلا للوحه مثلا، او بدي اصدره اوتوكاد او الى اخره، شو بدي اعمل
يعني ملفات تانية ما في مشكلة. فهون هلا بيجي هو لما بيصدره بيطلب سكيل او بياخذ سكيل اللي لازم يصدره فيه. فممكن هو يصدر المسقط 1 على 200 او 1 على 50 او 1 على 100 حسب انا السكيل اللي بدي اياه. لكن هل هذا الشيء له علاقة بالشغل؟ يعني اثناء التصميم وانا عم بشتغل بهمنا سكيل ولا لا؟ هذا الحكي لا مانو كتير مهم، لانه هو بالنهاية الارقام اللي انا عم داخلها هي نفسها. يعني بدي اجي احط الجدار واكبس هون وحط الرقم، فالرقم اللي بحطه هو نفسه سواء كان سكيل 1 على 100 او 1 على 200 ما دخل. الرقم اللي عم يطلع هون عبارة عن الرقم الواحدي، يعني هنا هون واحدة مليمتر، فالرقم عم يطلع هون مثلا هلا هيك 4000 مليمتر. واذا غيرت سكيل عملته 1 على 500 مثلا واجيت كبست كمان 4000 ضل 4000 مليمتر. فالرقم اللي بحطه هون ما له علاقة بالسكيل المحطوط هون، لانه انا ضل اطول بدخله بالواحدة نفسها، بدخله بالواحدة نفسها. لكن الفكرة اللي صارت هون مثل ما لاحظنا انه الرموز هاي كبرت. ليش كبرت؟ لانه الرموز اذا بتضل على نفس الحجم بكل السكيلات ما بصير. راح يصير اذا صغرت سكيل كتير وحطيتها مثلا 1 على 2000، اذا ضلت الرموز بنفس السكيلة راح تطلع كتير صغيرة بالطباعة او بالتصدير، ما راح تكون بحجم يعني بتشوفه العين او مقروء، لا راح يكون كتير صغير. فمثلا بسكيل 1 على 200 بيكون الرمز هيك شكله مقارنة بالجدار. مثلا راح احط جدار هون وراح خليه طوله 3000 ملم. فاذا انا عندي رسمي وكان فيها هذا الجدار بدي اياه يطلع بشكل مثلا يعني اشوفه على A4 منيح عادي مثل هيك مثلا، فهذا الرمز قديش راح يكون جنبه بهالحجم. هلا انا اذا غيرت السكيل وصار هذا الجدار بدي اياه يطلع ما على ورقه A4، صار بدي يطلع على ورقه كبيره A0 مثلا، يطلع على قد A0. طيب هذا الرمز بده يضل هيك حجمه على A0، يضل كبير مثل الجدار يعني على نفس الحجم مع الجدار يتناسب مع حجمه. طيب اذا انا بدي طالعه على A0 شو لازم يصير فيه؟ اذا هو 1 على 100 عم يساع على A4 بدي لازم كبر سكيل مشان يصير على قد A0. فكبرت سكيل مثلا حطيت 1 على 10، فشو ملاحظ انه صار بالرمز؟ صغير الرمز، ما جدار اللي كبير، الجدار ضل على حجمه العادي، لكن الرموز اللي بدها تنقرا صغرت. ليش؟ لانه صار على حجم A0 هلا، فما طبيعي يكون الرمز مثلا اخذ نص A0 او هيك، لا بده يكون صغير محطوط يعني باخر الكرتونه من تحت او الى اخره. فالرموز والكتابات والابعاد هاي كلها شغلات بتتغير حسب السكيل. مثلا اذا انا جيت حطيت هون خط بعد من هون لهون هذا الرقم، فملاحظ انه الرقم صغير مقارنه بالجدار. اذا جيت غيرت السكيل عملته مثلا 1 على 100 بيكبر الرقم، تكبر الرموز. ليش كبرت الرموز؟ لانه السكيل صار 1 على 100 صغير، فلازم تكبر الرموز مشان العين تقراها. وهيك كمان اذا كبرته للسكيل بيصغر الرقم مشان كمان تضل العين عم تحسن تقراه، ولكن هو ما ياخذ حجم كبير، يعني ما في داعي يكون قد الكرتوني صار الرقم كلياته، لا فهو بيضل بيعدلهم بحيث يكونوا مناسبات للقراءه، وبنفس الوقت ما يكونوا اخذات حجم اكبر من المطلوب. طيب والفكرة هون انه احنا ما ضروري نكون يعني مهم الواحد من الاول يحدد السكيل اللي بده اياه، بس ما انا يعني ما انا شغلي غلط اذا ما اشتغله من الاول، فانا ممكن اشتغل كل شيء وخلص وبعدين حدد السكيل اللي بدي اياه لهذا المخطط واجي اصدره على اوتوكاد او اصدره على لوحة الى اخره. وطبعا كل شغلي من هدول احنا فينا نحط لها سكيل شكل، يعني المسقط الاول سكيل، المسقط الثاني سكيل، المسقط السقف سكيل، الواجهات، الموقع، كل مين ممكن انا احط له سكيل شكل ما في مشكلة. بالنسبه للنافذ الثاني اللي هون او الامر الثاني هو امر الدقه، فدقه التفاصيل. فانا قديش بدي دقه التفاصيل؟ اذا على الكورس بدي اياها مثلا فبكون تفاصيل عامي اكثر ما يمكن، ميديوم صار تفاصيل وسط فاين، صار في تفاصيل كثير صغيره بدها تصير تبين عندي بالرسم. هاي التفاصيل راح تشوف كمان بعدين احنا كيف ممكن تلزم لنا. بالنسبه للنافذه اللي بعدها ممكن اغلبنا ما بيعرفها، هاي هي طريقه عرض الشكل اللي قدامي، بدي اياه واير فريم ولا هيدن لاين شيدد كونسيست كلارز ولا ريلستيك. كمان اذا حبيت اعدل باعدادات الرؤيه انا في ضغط في هاي النافذه واعدل هون باعدادات، اختار الاعدادات اللي بدي اياها للرؤيه. بالنسبه للاعداد اللي بعده هو الشمس او الامر اللي بعده اعدادات الشمس، كمان الامر اللي بعده اعدادات الظل اذا بدي الظل يطلع ولا لا. اوامر ممكن نتعرف عليها بعدين كمان الى اخره. ممكن نزلنا هذا الامر، هذا الامر له علاقه بالاخفاء، اذا انا بدي اخفي اخفاء مؤقت شيء جسم او شيء عنصر،
وبعدين اصغره او رجع الاعدادات المؤقته اللي حطيتها. من هون احنا هذا الامر كمان نحسن الاختفاء، اخفاء دائم وليس مؤقت، نحسن نرجعه نكبس هون وبيطلع لنا هو العناصر المخفيه كلياتها، فبحسن نضغط اي واحد ولو ترجيع، هذا كله نتعرف عليه ان شاء الله لقدام. هاي كان لمحة عن الشريط الموجودي هون، كل واحد تعرفنا عليه. في عندي هون أداة إنه التحريك والزوم وهيك، كمان ممكن إذا الواحد استخدم الماوس تبع اللابتوب فبيحسن يشتغل على هدول. وإذا رحنا وقفنا بال 3D نحنا ممكن نوقف من هذا الاختصار نكبس فنوقف بال 3D، ممكن نروح على فيو ونضغط على 3D فبصير أنا عندي في 3D. أول مرة بكبس 3D بالملف، يعني أي ملف فتحته كبس 3D يا هاي يا هاي لأول مرة، فبلاحظ إنه بعدين صار يطلع عندي هون نافذة اسمها 3D views، أنا ممكن كمان صير منها أحسن نروح على 3D. فنحن لو واقفين بال 3D راح نشوف ونحن بالمسقط مثلا كيف نتحرك بالماوس العادي. إذا مثلا أنا رسمته لهذا الجدار هيك، بضغط على السكرول الدولاب تبع الماوس بضغط على الاي وبحرك هيك، فبلاحظ انه عم يتحرك عندي، يعني ضل ضاغط على الاي بلاحظ انه عم يتحرك عندي اللوحه بهالشكل. اذا عملت زوم كمان يعني بحرك الدولاب بس بدون ضغط فبصير عندي في زوم ان وزوم اوت. بنرجع على 3D. بالنسبه لل 3D اذا كبس اذا ما لقيت الرسمه موجوده عندي يا بال 3D يا بمسقط حتى كمان ما تفرق، يعني انا اذا واقف بالمسقط والرسمه راحت مني فكمان على الدولاب تبع الماوس او السكرول بضغط ضغطتين على السكرول فبلاقي حط لي الرسمه الموجوده بمنتصف الشاشه. كمان بال 3D نفس الشيء، اذا كنت انا برات الرسمه ما شايف وين العناصر اللي منتجه كمان التصميم فبكبس ضغطتين على السكرول بلاحظ انه حط لي الجدار او العناصر اللي مصممها انا حط لي اياها بمنتصف الشاشه. هلا راح نشوف كمان كيف ممكن نتحرك حوالي عنصر. نحن بنكبس شيفت، نضل كابسين شيفت وبنكبس على السكرول او دولاب الماوس وبحرك، ضل ضاغط على الدولاب وبحرك، فبلاحظ انه كل ما ضغطت وحركت كل ما ضغطت وحركت بيتحرك عندي الكاميرا اللي عم تمشي حوالي عم تتحرك حوالي الجدار. كمان طبعا بنزل عادي ما في مشكله. ممكن طريقه انه نحن نتحكم بالمكعب الموجود عندي هون، اذا حبيت شوف زاويه معينه او زاويه من هون، او اذا ضليت كابس علي ضليت كابس وقعدت حركه هيك كمان كانه كابس شيفت وسكرول، بس انا هلا كابس لا كبسي اليساريه بالفاره على الدولاب على المكعب وعم حرك حوالي هيك فبصير بيتحرك عندي كمان نفس الشيء. هاي كانت طريقه التحريك بالماوس او بالفاره وكيف نحسن نشوف العنصر المصممين. طيب نحن هلا راح نحكي عن عده نقاط بعد ما تعرفنا على الواجهه بشكل عام. رح نحكي عن نقاط متعلقة بالشغل اللي بدنا نشتغله بالمشروع. مثلا أنا إذا عندي جدار حطل الرقم وأنا عم بعمل جدار إذا انتبهنا 4000، فهذا الرقم 4000 أنا ممكن نغيره. يعني هلا أنا كيف بدي أعرف إنه واحد مليمتر، يعني مثل ما مكتوب هون مليمتر، هاي طبعا ما لها علاقة، بس كيف بدي أعرف إنه واحد مليمتر والرقم هذا 4000 يعني مليمتر وهكذا. من المانج في عنا امر اسمه project units او اختصاره اليو ان مثل ما انتم شايفينه، اختصاره عم يطلع بالمربع. فكبسنا project unit اعطانا length و area و volume والى اخره القيم كلياتها. نحن بدنا length طبعا مثل ما انتم شايفين، نحن محسن نحط لكل قيمه او لكل امر معين نحط له واحد يشك. فاخذنا length وفتنا نقول له من هون الواحد اللي بدنا اياها. مثلا بدي اشتغل على المتر، هون بحط عدد الفواصل اذا بدي احط مثلا فاصلتين، هون اذا بدي احط الواحدة متر مثلا، بس انا ما بدي اياها. ممكن هون الارقام الصفر يعني خلص هو ما بحط فواصل، الارقام اللي فوق يعني التقريب لاقرب 10 لاقرب 100 لاقرب 1000 احنا بنحطه على فاصلتين لانه عم نشتغل بالمتر مشان يطلع عندي سنتيمتر. يعني قلنا له اوكي. هلا اذا كبسنا على هذا الجدار بنلاحظ انه الرقم صار هون 4.4 اصفار. هلا اذا اجينا نعمل جدار جديد فبنلاحظ انه الرقم ينحط 3.2 وهكذا. فهاي الابعاد تبعت الجدار، هاي هي صارت بالمتر. هلا متر فاصلي، هاي بالنسبه للجدار. اذا اجيت هلا انا بدي احرك هذا الجدار، كيف طرق التحريك؟ طبعا جدار او اي شيء
عنصر تاني بنفس الطريقة. ممكن أنا لما يعني من قبل ما أكبس، أكبس الكبسة يضل كابسة وبحسن حرك بهالطريقة. طبعا نحن عم نحكي على جدار ما أنا متصل مع شيء تاني، يعني جدار منفرد لحاله، عنصر منفرد لحاله. فنلاحظ كيف إنه لما فينا أكبس وحرك، هاي طريقة فينا حرك بالأسهم تبعت الكيبورد، فينا حرك بالموف أمر موف الموجود هون. هاي القائمة إمتى عم تطلع؟ هاي القائمة لما عم نكبس العنصر عم تطلع القائمة لحالها. طيب هالقائمة منين؟ هي قائمة موديفاي اللي إذا كبسنا برا موجودة هون، هي هاي. فمباشرة لما بحدد أي عنصر، أنا بكون واقف قائمة أركتكتشر، حددت عنصر فبيحط لي إياها فورا على قائمة موديفاي، فينا أرجع على قائمة أركتكتشر بلاقيها موجودات عادي. هلا إذا أجيت لهاي الجدار كمان قلنا كيف نحركه، ونحركه بموف، ممكن كمان نكبس أمر موف شبيه بأوتوكاد، إنه أنا ممكن آخذ السنابات هاي أو من النقط. فينا اكبس من برا يعني من ما بدي، وحدد مسافي اللي مثلا انا هيك بدي امشي، حددت مسافه معينه، فينا اكتب رقم مباشره مشان يتحركوا الجدار. مثلا بدي الجدار ينزل لتحت بمقدار 3 امتار، فانا اكبس 3 امتار، فلا هو نزل لتحت بمقدار 3 امتار. هلا اذا بنلاحظ انه هو عم يحط لي ابعاد، وقت عم حدد الجدار عم يحط لي ابعاد، وقت بشيل التحديد عنه ما عاد بتروح هاي الابعاد. كمان اذا حددت هذا عم يحط لي ابعاد، شو هاي الابعاد؟ هاي ابعاد وهميه هو بحطها مشان انا اعرف اشتغل، يعني بس مشان مساعده، ابعاد مساعده، هي ما انا ابعاد اساسيه، يعني ما انا مثل امر الدايمنشن، هي بس ابعاد مساعده بتطلع لي وقت بحدد شيء عنصر. طيب ما فيني اعملها ابعاد مساعده، فيني اعملها باني اضغط على الامر الموجود هون وهون مثلا، فهيك هلا صارت هاي ابعاد اساسيه، هي ما عاد هلا مساعده، صارت اساسيه. طبعا فيني استخدمها للاستخدام تبع الابعاد المساعده. شو هو الاستخدام تبع الابعاد المساعده؟ اذا انا رجعت حذفتهم لهدول، مسكت الجدار وخليت الابعاد المساعده، بنلاحظ انه هو حاطط لي هون من المركز، مركز الجدار لمركز الجدار 7000. انا فيني اكبس على الرقم، طبعا بعد ما شو حدد العنصر اكبس على الرقم حطه مثلا 5 يقول له انتر، فملاحظ انه قربوا بحيث تصير مسافه هون 5. فيني اغير طول الجدار اعمله مثلا 6، فيني حاط له المسافه من هون لهون هي عباره عن 0.9، فيني اعملها 2، فملاحظ انه الجدار كلها توزح لهون بحيث يصير المسافه من هون لهون 2. هاي ابعاد مساعده بتساعدنا ممكن بالشغل انا مشان فورا احسن حدد مسافه بين الجدران، حدد اذا بدي اعمل ازاحه لشي عنصر بطريقه الابعاد. طيب اذا انا بدي شيء بعد ما انا موجود هون بالابعاد اللي عم تطلع وهميه، يعني على فرض كان في عندي هون جدار هيك ثالث، وبنلاحظ انه هلا هو حط لي الابعاد الوهميه المتعلقه بين هذا الجدار وهذا الجدار بس، وما حط لي شيء مع هذا الجدار. فاذا انا كنت بدي احط لي مع هذا الجدار واستخدمه بازاحه الجدران، يعني بحيث يصير مثل الابعاد الوهميه هيك واحسن نتحكم فيه. فنحن فينا نعمل بعد نظامي، نقول له مثلا من المنتصف للمنتصف نحطه هون، واجي امسك هلا هذا الجدار، فبلاحظ انه خط البعد هذا صار هون ازرق مثل هدول، الرقم صار ازرق وهمي صار صغير مثل هدول. فصار فينا هلا اتحكم هون واعمل 3 مثلا، فبلاحظ انه صار يتحرك كاني عم اتحكم بهدول الابعاد الوهميه، لكن هذا كمان اساسي. طيب هاي بالنسبة للتحريك والأبعاد الوهمية يشوفها التوعي. هلأ رح نحكي عن بعض الأوامر اللي مهمة نتعرف على طريقة العمل فيها. يعني في أوامر هلأ نحن بنعمل جدار عم نكبس على الوول، عم نكبس هون كبسي وهون كبسي تاني، عم بكبس اسكيب على الكيبورد فعم ينتهي الأمر وعم بحسن أعمل أي شيء. هلأ إذا كنت كابس الجدار ورحت على الأركيتكشر وأخذت شيء أمر تاني، مثلا أخذت فلور بحسن اشتغل على ورضا ياخذ الأمر. كنت اخذ جدار وكبست على الويندو مثلا، كمان بيرضى ياخذ الامر عادي، ما عمل لي مشكله والاوامر فعاله. طبعا نحن حكينا انه النافذه والباب هدول الامرين اثنيناتهم مثلا كانوا امثله عن الهوست والكومبوننت. لما حكينا عن هاي الفكره كانوا هني عباره عن كومبوننت وكان جدار هوست، يعني محتضن لهدول العناصر. فمثل ما نشوف نحن هون ما بيرضى يحط باب، بس لما بقرب على الجدار بصير عنده بيحط هذا الباب، بكبس مسطرة ممكن مثلا فصير يقلل الباب بهالطريقة، إذا قربت إيد لهاي الجهة من تحت فبصير بحط الباب من تحت. كمان هاي فكرة إنه كيف نحن ممكن نتحكم بالباب، كيف ممكن نعمل له تحريك بحيث يصير مثل ما بدنا إياه، ميرور أو نقرب لتحت وبصير من ثاني جهة. فنحن مثل ما شفنا لما كنا عم ناخذ أمر من هون عم نختار أمر ثاني فورا، رحنا على الأركتكشر وكبسنا دور فرضا ياخذه عادي. لكن في أوامر ما بيصير انه بس اكبس عليها واجي اروح لهون اركتكتشر واختارها واكبس اسكيب مشان اطلع منها، ما بيمشي الحال. مثل مثلا الفلور، فالفلور امر بيستناني اني ارسم سكتش مشان يكون هو المحيط تبع الارضيه. فمثلا ارسم مستطيل، هاي طبعا اوامر رسم سكتشات هاي دائما بتكون نفسها.
اخذت المستطيل هذا ورسمت من هون لهون بهالطريقه، هذا سكتش، وكبست على الموديفاي هون او اسكيب مشان اطلع من امر رسم سكتش بس، يعني من اوامر الرسم الموجوده هون. لكن انا اذا ضل بكس اسكيب قد ما بقيت عم بكبس يعني ما بيطلع من امر سكتش. اذا رحت على الاركتكشر واخذت وول او دور، لاحظ انه هاي مقفوله، يعني ما نفع لي اني اكبس عليها. شو السبب؟ انه انا لازم قائمه موديفاي اكبس اكس او صح مشان اطلع من امر الفلو، ما بيمشي الحال اطلع غير بهالطريقه. فنحن رح نكبس مثلا شرط صح لحتى تصير هاي الفلور موجوده عند نظامي. هلا بنلاحظ انه انا صار فيني امسك هاي، فيني امسك هاي، فيني اروح اعمل وول، صار فيني استخدم امر بشكل عام بشكل عادي. في عدة أوامر مثل هيك كمان، الريلينج والستير مثلا إذا كنت عم تستخدم ستير اللي فيه سكتش كمان. فنحن في عنا مثل ما عم نشوف أوامر إنشاء بتروح بسكيب بحسن أطلع منها، في عنا أوامر ما مش أطلع منها إلا إذا كبس إكس أو صح لحتى أطلع من هذا الأمر. لهيك في كتير أحيان بيكون واحد عم يشتغل مثلا وأخذ أمر فلور وبعدين بطل يعمل الفلور، فبلش يكبس إسكيب إسكيب ما بيطلع من النافذة، بيكبس هو ما بيطلع، بيقوم بسكر البرنامج وبيرجع بعيد الشغل كلياته. لا هي بس بيكون بدها اشاره صح او اكس مشان نطلع من الامر. تمام، هلا رح نحكي عن المقطع. نحن اذا حبينا نعمل مقطع كيف ممكن نعمله؟ طبعا شفنا هون نحن شوي انه حسنا نعمل مقطع ونطالع مثل الاليفيشن طالع سيكشنز. نحن اول مقطع ممكن ناخده من هون، ممكن نروح من فيو وناخذ امر السكشن نفسه، هو هذا الامر موجود هون. اخذنا سكشن واجينا بعد ما حطينا امر سكشن بيطلب منا اني ارسم هذا المقطع منين لوين، راح احدد من هون ولعند هذا الجزء اللي هون هو مثلا. طبعا كبسنا الكبسه الثانيه مشان نحدد نهايه المقطع هون. نحن نمسك المقطع فيه بنلاقي عندنا هذا الرمز الموجود هون، هو عباره عن تدوير المقطع لهي الجهه او لهي الجهه. وطبعا هذا السهم الموجود هون هذا عباره عن مدى رؤيه المقطع، يعني انا اذا كنت عم بقطع بغرفه وكان عندي هون فرش مثلا كرسي او هيك، فاذا حطيته بس لهون قبل الكرسي فما راح يصير يطلع الكرسي بالمقطع، حيوقف هون بس تكون لهي الحد هو الرؤيه. اذا خليته يصير بعده فرح يصير كرسي يطلع كل شيء موجود هون لهون يصير يطلع بالمقطع. طيب هيك اذا حبينا كمان احنا اذا كبسنا هذا الامر مشان نخلي المقطع ما يبين كلياته، اذا حبيت انا يبين جزء منه. اذا حبيت كمان اكسرو للمقطع انا ممكن اقول له سبليت سيجمنت، فبيقول لي منين بدك تكسرو، فممكن اختار من هون وحدد يصير هيك، ممكن اختار مره ثانيه اكسرود وحدد بهالشكل، فصير عند المقطع عم يمشي بهالطريقه. فنحن عندنا عدة أوامر يعني تشكيلات بالنسبة للمقاطع. بدنا نروح نشوف المقطع كيف ممكن نشوفه. ممكن نكبس هون كبستين فبصير المقطع بيبين عندي مثل ما احنا شايفين هلا هذا المقطع. إذا رحنا لهون بندور على الخط الغامق وين موجود، طبعا السكشن مسكرة بدنا نفتحها بس، فبنلاحظ إنه الخط الغامق صار رح يطلع سكشن 1. لما أكون واقف بشيء فيو من هدول الفيوز فينا واقف على ليفل 1 مثلا، فبلاقي إنه ليفل 1 غامق حتى لو كبس كبسه وحده هون بضل هذا غامق، بضل انا واقف في ليفل 1. اذا وقفت في ليفل 2 بلاحظ انه صار الخط غامق كمان. فنحن بالسكشن لقينا هلا هيك السكشن صار له غامق. انا كيف بدي اروح على الواجهات مثلا؟ فبالايست والنورث والساوث كمان بكبس عليهم بلاحظ اني صرت بالواجهه، وهي هي الواجهه تبع الجدار. هو حاط لي شكل المقطع اللي عامل انا بالمسقط، فهو حاط لي اياه هلا كمان بالواجهه اللي هو هذا هو. هلا رح نحكي عن فكره الواجهات والمناسيب. في عنا احنا قلنا بنحدد مناسيب ببدايه العمل، فحكينا انه ليفل 1 ليفل 2 هي عباره عن مناسيب موجوده بملف بشكل افتراضي. طيب اذا احنا رحنا على الايست مثلا انا ممكن اشوف مناسيب الواجهه وممكن اشوفهم بالمقطع بشكل طبيعي يعني. فقربنا لهون بنلاقي ليفل 1 محطوط عليه 0، عنا ليفل 2 محطوط عليه 4. واحدتنا شو هي ما بننسى اللي عم نشتغل اياها هي المتر، فلذلك 0 يعني هون 0 متر، هون يعني 4 متر فاصل صفرين، يعني انه ما في اي سنتيات زياده او نقصان. هلا هون الخط هذا هو خط المنسوب، هذا هو خط المنسوب اللي هو منسوب ليفل 2. فيني اغير اسمه، فيني انا بعد ما حددته بكبس هون واجي اغير اسمه مثلا نسميه بس 2. ولما بكبس برا بلاحظ انه عم يقول لي انا بدي اغير لك اسم، بدي اغير لك الاسم هون حتى، فبقول له نعم غيره، فبلاحظ انه هون صار اسم 2 وهون صار اسم 2. بالنسبه لهذا ممكن انا بدي اسميه، عشان ننتبه بس انه بيدعم بيدعم الكتابه بالعربي، قلت له ارضي، قلت له نعم، لاحظ هون صار اسمه ارضي، هون حط لي اياه بهالاسم. ننتبه لشغله مهمه هلا انه هو كيف عم يرتب الطوابق. الترتيب هون بهاي المنطقه عنده بالريفيت ترتيب ابجدي، يعني اذا انا كنت عم استخدم سواء حروف انجليزيه او حروف عربيه هو بيشتغل بابجديه ترتيب ابجدي، يعني بحيث يمشي بطريقه حسب الاحرف. فلذلك نحن ننتبه يعني لما نسمي الطوابق مشان ما يصير في خربطه هون،
سميهم بطريقه يعني بحيث يعني تناسب هذا الموضوع، انه الترتيب اللي بيرتبه الريفت. فهون مثلا سميته ارضي، هون سميته اول، هون سميته ثاني. فممكن احنا يبلش الطوابق تفرق عن بعضها، لاقي اول شيء محطوط هون مثلا الخامس، وبعدين لاقي محطوط هون الثالث مثلا. فبدنا ننتبه لهذا الموضوع عشان ما نتخربط هون بالشغل. ممكن احنا نسمي بالارقام، ممكن اذا حبينا نحط ارقام بعدين نكتب كلمه جنبها، مثل صفر اكتب جنبه ارضي مثلا، واحد اكتب جنبه الطابق الاول، وهكذا كمان مشان يعني يطلع عندي هون بالترتيب اللي انا بدي اياه. هلا نقطه المناسيب هاي شو ليش تلزمني المناسيب؟ تلزمني مشان اعرف انا المسقط اللي بدي اشوفه واقف فيه، تلزمني مشان اشتغل الجدران والعناصر اللي بدي احطها على اي طوابق، ومنين لوين تبلش وين تنتهي وهكذا كمان. فهاي مهم كثير المناسيب، نحن من اول مشروع لازم نحدد المناسيب اللي بدنا اياها. الفكره الثانيه انه المنسوب هذا انا كيف فيني احركه؟ فينا ننزله مثل ما قلنا بنفس طريقه الجدار، ضل كابس علي وحركه لتحت ولفوق. فيني بعد ما حددته كبس الرقم هون وغير المنسوب، اكتب 3 مثلا، فبلاحظ المنسوب صار عندي تحت. كمان هاي طرق من ضمن طرق التغيير. امر موف كمان شغال معنا. في ملاحظ وقت بمسك المنسوب انه هون بيطلع لي رمز اقفل، هذا رمز الاقفل يعني هو مربوط مع هذا المنسوب، بحيث انا اذا هون في دائره صغيره، اذا منتبهين اذا مسكت هاي الدائره وحركتها لهون او حركتها لهون، لاحظ انه الدوائر عم يتحركوا مع بعضهم. ممكن يكون عندي 5 أو 6 ليفلات ليفلز، فممكن نحن نحركهم بهيك او بهيك كلياتهم، بحيث ما اضطر احرك واحد واحد اذا بدي ابعدهم لهون مثلا. فهذا القفل هي هاي وظيفته. طيب انا فيني اشيله، فيني اكبس علي فبصير القفل مفتوح. طبعا لما بدي اكبس علي ما لازم اطلع برا، يعني ما لازم اكبس برا، لازم احركها فورا. فلما بحركها بتصير هاي لحالها وهاي لحالها، ما في اي ترابط بيناتهم. لما بيجي برجعها هيك بحرك حرك لحتى يطلع لي خط منقط مثل ما انا شايفين، ولقطها كسناب. فهون هلا انا بفلت ايدي فبصير هون في قفل جاهز فورا. ايضا بنلاحظ انه في عنا اشارة صح موجودة هون، مثلا هون ما موجودة اشارة صح. هاي اشارة صح عبارة عن الرمز اسمه سيمبول اللي بيطلع هون. اذا كبست انا هون بلاحظ انه الرمز صار يطلع، اذا رجعت شلت الصح او شلت الصح من هون بلاحظ انه الرمز عم يروح. طيب الجدران احنا فينا نحركه من الواجهة او من المقطع مثل ما انا شايفين، فينا نعمل هيك من السهم الموجود هون ونحرك هاي الجدار بحيث يصير لهون لقطه لحاله كسناب، او طبعا ما بصير ينزل لهون رح يرفضوه لانه لازم يكون له ارتفاع. فنحن هلا حطينا هيك الجدار، ما يعني ما بدنا نحكي هاي الجزئية حاليا. هاي بالنسبة للمناسيب تبعتنا بالليفل 1 والليفل 2، كيف ممكن نتحكم فيها، كيف ممكن نعدل بالمناسيب تبعتها. اذا انا مثلا خلصت شغل وصار عندي هذا هو المسقط تبعي مثلا، وبدي احفظه كملف ريفيت او كاوتوكاد او صدره الى اخره، كيف نحن ممكن نعمل هذا الشيء؟ اذا بدي احفظه لهذا فينا اروح على فايل اقول له سيف، او نحن نختار هذا الاختصار فوان او كاترول اس، اخذت له امر سيف، راح احفظه بمجلد هون هو هذا، راح اسميه فيديو. طيب نلاقي راح احفظ اسم واحد او راح اخليه حرف، انذكر الحرف منيح، قلت له سيف. فهلا هو حفظه للملف على سطح المكتب. اذا رحنا على سطح المكتب بنلاحظ المجلد هذا هو في دي، وبنلاحظ انه في بقلبه هذا الملف. طيب هاي اذا حفظنا الملف بهالطريقه. طيب في مشكله او نقطه، ما مشكله، هي عباره عن ملاحظه راح نحكي عليها، هي مشكله بتواجه الطلاب وقت الشغل، انه انا وقت اللي عم اشتغل بالمشروع حفظت اول مره حفظته، ممكن نحن نحفظه هون يعني نحفظه على سطح المكتب مباشره. ليش انا حفظته بقلب المجلد بالذات؟ لانه راح نشوف، انا راح اعدل تعديل هلا مثلا، راح نضيف هون جدار بهالشكل واقول له كاترول اس او حفظ، يعني نفس الشيء. اذا رحنا لهون فتحنا المجلد، لاحظ انه انا صار عندي ملفين، ملف اا اللي انا حفظته اصلا، وملف اا نضاف جنبه رقم 0001. طيب اذا رحت رديت مره ثانيه عدلت تعديل صغير، كبست كاترول اس، رحت شفت، فبلاحظ انه صار عندي 1 و2. اذا هلا كمان مره ثالثه عدلت قلت له كاترول اس، بلاحظ صار في عندي 3. طب رح انتبه هلا انه اذا عدلت تعديل الرابع قلت له كاترول اس، رحت شفت شو صار، فبلاحظ انه صار في عندي 2 3 4، والواحد شو صار له؟ حذف راح، فهو استبدل واستبدال. بالتالي هو بيحط لي 3 ملفات، هدول الملفات عباره عن الاوتوباك. في عندنا شيء اسمه اوتوباك، يعني انا
تغلق الملف او انضرب او صار فيه شيء، في عندي هون نسخ من الملف هذا بتكون عم تنحفظ وقت اخر عمليه حفظ. ايمت اخر عمليه حفظ عم تصير؟ فبيجي هو بيحفظ الحفظ الجديد بهون، والنسخه القديمه بيعمل منها نسخه بيحطها هون وهكذا. فوقت اللي بيكبس كاترول اس مشان احفظ النسخه قبل الحفظ ما بيحذفها، بيحطها نسخه جديده بيحطها هون بيحطها هون بيحطها هون وهكذا. يعني كل عمليه حفظ عم ينضاف ملف اللي هو عباره عن الملف القديم اللي كان اخر شيء انا حافظه، فبيضيفه هو الملف الجديد بيحطه ملف جديد وبيعمل نسخه، يعني بيحطه هون بهالاسماء هاي. فننتبه نحن لما بدنا نشتغل اذا ما انضرب الملف معنا، اذا كان الموضوع ماشي طبيعي، مش انا حفظت عملت مثلا تعديلات وكذا واشتغلت قلت له كاترول اس، فبروح لهون لما بيجي اغلق الكمبيوتر ورجع اشتغل مره ثانيه بروح على هذا الملف فورا، ما بروح على هدول لانه الاوتو باك. اذا حبيت احذفهم ممكن احذفهم، لكن نحن ممكن نحتفظ فيهم ل يعني تحسبا لاي مشاكل ممكن تصير معنا بعدين. طب هني هلا ثلاثه، انا ممكن حتى ما يعني ما خليه يصير يستبدله كل ثلاثه، اجي احفظهم بقلب ملف مجلد لحالهم، كل ثلاثه احفظهم مجلد لحالهم بحيث هو يصير انا مجمعهم كلياتهم انا مشان اذا حبيت ارجع لاي مرحله مراحل الشغل وشوف شغلي بدي اياها او استعيد نسخه معينه. فنحن هون كيف فينا نشوف هذا الموضوع وعند العلاج اذا بدي عدد نسخ اكبر او اقل؟ فراح اقول له سيف از اقول له بروجكت، كمان راح خليه هون راح سميها بي، ونفوت لهون على الاوبشن قبل ما اقول له سيف. بنلاقي لما فوت على الاوبشن عم يعطيني هون الفايل سيف اوبشن الماكسيموم 3، هذا الرقم هو اللي متحكم بعدد النسخ اللي عم تطلع مع الحفظ. فانا راح اقول له مثلا نسخه وحده، قلت له اوكي قلت له سيف باسم بي. فهلا هو اول شيء بيكون حفظ لي اياه باسم بي اللي هو هذا الملف. راح اعدل تعديل واحد اقول له كاترول اس، لاحظ انه هلا صار في عندي بي 0001، راح اعدل هذا اقول له كاترول اس، فبنلاحظ انه صار عندنا بي 002 وراح الواحد، فهو هلا صار يعمل بس ملف واحد وليس ثلاث ملفات. نحن مثل ما قلنا من السيف من الاوبشن نحسن نتحكم بالعدد اللي بدنا اياه لهذا الحفظ. هلا اذا بدي احفظ هذا الشغل انا كصوره وليس كملف ريفيت، من اكسبورت نحن في عندنا ايمج اند انيميشنز، بنروح على الايمج نحدد الامتداد اللي بدنا اياه للحفظ، مثلا راح اخليه بالمجلد وسميها ب 22. الفيزبل يعني بس الجزء الموجود هون، اذا خليتها كوركت ويندو بيحفظ كل اللوحه تبعت ليفل 1، فراح خليها فيزبل انا هون. الفيت يعني الطريقه يا هاي يا هاي مشان احدد الدقه اللي بدي اياها، طبعا يعني 500 بكسل ممكن احطها 3000 اذا بدي اياها على قد ال A3 مثلا. الزوم تو كمان كمان الدقه تبعت الزوم تبعت الصوره يا هيك انا بشتغل يا هيك، حدد هون الدقه اللي بدي اياها يعني 270 قليل ممكن احط 300 او 600 كمان حسبها، بنحط الامتداد تبع الصوره. وممكن انا هلا اخليها فيت تقول له 3000، قلت له اوكي. فبروح على المجلد في دي بفتح له الصوره بلاقي حط لي اياها بالملف اللي بي 22 وبلاقي الدقه تبعتها ممتازه يعني اذا بتصير على قد الاي 3. طيب اذا انا هلا بدي احفظ هذا الشغل كملف اوتوكاد وليس كصوره، فينا من فايل كمان اقول اكسبورت كاد فورماتس دي دبليو جي واختار اليونت مثلا اعملها متر، هنا اختار اي واحد من هدول هو لحاله بيحول تلقائيا، فانا راح اخليها متر اختارها متر اقول له اوكي اقول له نيكست، وحدد هون الملف سماه هو تلقائيا هيك بي فلور بلان اللي انا واقف عليه هون ليفل 1. طبعا اختار هون امتداد التوكاد اللي عندنا اياه، انا عندي 13 قلت له اوكي. هلا اذا رحنا على الملف هون بنلاحظ انه هذا هو نفتحه، فبيطلع عندي الملف اللي كنت مشتغله هناك، هذا هو هاي الجدران على شكل لاينات تمام، ولاحظ انه هو حاط طبقه لحالها مسميه وور. كل العناصر هو بيحط كل عنصر يعني نوع معين بحطه ضمن لاير خاصه فيه، نحن فينا نحدد بعدين كل العناصر تكون موجوده عندي قول له انه يضمها لللاير صفر، فبصير عندي هدول كلياتهم باللاير صفر. طبعا يفضل لما نعمل هيك خطوه ناخذ نسخه من ملف الاوتوكاد ونعمل لها الخطوه مشان اذا حبيت فيما بعد ارجع لللايرات الموجوده عندي احسن ارجع لها بسهوله. هاي كل شيء بالنسبه لطريقه الحفظ وشو ممكن احنا يلزمنا من الاوامر بنحفظ فيها هون. طبعا اوبن اذا حبينا نفتح ملف من هون، ونيو اذا حبينا نعمل ملف
جديد نختار هون تمبلت. نحن اتفقنا على اركتكشر تمبلت ونشتغل عليها. بروجكت طبعا بروجكت تمبلت قلنا له اوكي، فبيفتح لنا المشروع من اول وجديد. هذا هو اللي بنمثله درسنا اليوم، وكان عبارة عن الواجهة الخارجية والواجهة الداخلية للأشرطة الموجودة عندي هون، والأوامر رموز والاختصارات تبعتها، بعض أوامر تحريك، بعض أوامر ممكن تلزمنا وقت الشغل، التحويل الواحد مهم كتير، المناسيب وكيف نشوف نحن المناسيب والواجهات، كمان المقاطع كيف نعمل مقاطع، كيف نصدر، كيف نحفظ. هاي كانت مجموعة أوامر اللي أخذناها. السلام عليكم.